الاستكلام. نالوت أو كما تطلق بالأمازيغية لالوت تعد من ثالث أكبر مدن النطاق الجبلي، وهي آخر هذه المدن من ناحية الغرب، وترجع أهميتها قديما إلى موقعها على طريق القوافل بين الساحل والصحراء ولقربها من الحدود التونسية الجزائرية. وقد شيدت قبل قدوم الرومان إلى ليبيا، حيث وجدوا قصرها قائما. ومن أساطير الخالدة في التاريخ الليبي أنها أوتغوما المحمودي، عندما هرب من سجن الأتراك في طرابزون في سنة 1855، وفي عهد الاستعمار الإيطالي قدمت المدينة العديد من أبطالها، وعلى رأسهم المجاهد خليفة بن عسكر الذي بقيت كلمته خالدة في التاريخ الليبي، وهي أخي ليس ابن أمي وأبي، أخي من حمل السلاح معي. يوجد بالمدينة العديد من المعالم التاريخية، أهمها قصر نالوت، وهو أقدم القصور في ليبيا وأكبرها حجما، ولا يضاهيه إلا قصرا قديما في نفس الفترة والطراز. يوجد باليونان، وهو يصل إلى 6 طوابق، وحسب شكله ووضع غرفه جعله للتخزين لا للسكن، وتبلغ عدد الغرف نحو 400 غرفة، وبها متحف ديناصور نالوت تم افتتاحه حديثا، يحتوي على عظام الديناصور اللحم الذي تم اكتشافه مؤخرا في جبال نالوت، وبعض المجسمات التي تشرح نوع هذا الديناصور النادر. وتم إنشاء مجسم ديناصور نالوت في مدخل المدينة. للمدينة مناظرها الفاتنة كغابة ساركوم وغابة الحسيان وواحة الجويبية وغابة المالحة، وتمتاز بالأشجار التي بها، فهي مدينة محببة للناظرين، وأهلها يكسب القلوب بكرمهم وجودهم. وعد الفن مش بس كلام.